دفعت على بركة الله هذه الأسماء من حسن السنتين الباحثة عن الانتصار الأول في هذا الشوط مع انطلاقة موسم سباقات الرياض. لمن التقدم لسبايسي يبدأ الانطلاقة في المنتصف بحضور أيضا سهم صايب في المسار الداخلي، يتقدم الآن سهم صايب مع محاولات تقدم أيضا لسبايسي من الخارج، وكذلك وصول ساطي الميدان المركز الثالث، وكذلك هتان الخير المركز الرابع، ووصول الأسبق في المركز الخامس، محاولات تقدم من سعود الميمنية في المركز السادس، فيما سبايسي وسهم صايب في تنافس. مشاهدينا متابعينا الكرام، سبايسي وساطي الميدان من الخارج الآن في هذا النزال حسن السنتين، الاقتران بالمنعطف الأخير، بداية الخط المستقيم، ساطي الميدان يتقدم مع سبايسي في هذا النزال، ساطي الميدان يتقدم مع عبد الله الفيروز، يوسع الفارق مع محاولات وصول ما يشاور كذلك وافد لهذا الصراع الذي سيطر عليه ساطي الميدان، الآن يسيطر على هذا الشوط مشاهدينا الكرام بهذه الاندفاع، بهذا الحضور، بهذا التميز، مع مطاردة من وافد للوصول للمركز الثاني، فيما ساطي الميدان يحقق الانتصار. ألف ألف مبروك لملك ماجد مهل. وصل